السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع أدوات الاستفهام وتلاميذ الصف الثالث. يلا يا روان، للسؤال عن الحال بستخدم أداة الاستفهام إيه؟ كيف؟ مثلاً؟ أو حزين أو مريض. ده كيف للسؤال عن الحال بصفة عامة. بارك الله فيك، أحسنت. سقفولي يا روان، خدي الملبسات بتاعتك يا روان. سقف لروان يا ولاد. يا رغد، العدد بستخدم أداة الاستفهام إيه؟ طيب قولي لي المثال. بارك الله فيكي، أحسنتي. سقفولي لو يا رغد. يلا خدي ملبسها يا رغد. يلا برافو عليكي. بسأل عن الوقت بإيه رفايدة؟ متى؟ زي إيه رفايدة؟ صباحا، مساء، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، أي وقت بسأل عليه بإيه؟ إيه؟ متى؟ بارك الله فيك، أحسنتي. نسقف لرفايدة. يلا خدي يا رفايدة الملبس بتاعك. يلا يا زائرة. جنى، من بسأل بيها عن إيه يا جنى؟ بنات او اولاد، يعني عاقل. عن ايه؟ عاقل. بارك الله فيك، احسنت يا جنى. خدي الملبس بتاعك. يلا يا اودرسيز. اودرسيز، المكان بسأل عليه بأداة استفهام ايه؟ اين. طب اين دي للسؤال عن ايه؟ المدرسة. المكان ايا كان، سواء كان ايه؟ مدرسة او نادي او اي مكان، بستخدم اداة الاستفهام ايه؟ اين. بارك الله فيك، احسنت. سقفولي يا ترسيد. خدي الملابس بتاعك. يلا يا روان، اداة الاستفهام هل، الاجابة عنها بتكون بايه يا روان؟ نعم. بارك الله فيك، احسنت. يلا خدي الملابس بتاعك.